لأجل أوصل لهدفي لكن وين في الغربة مش هذي الورطة كني عايش في دوامة لازم أطلع منها دين وش اللي صار اللي صار باختصار حلمي من الإطار صار صرة في الإطار والحكمة مني إني أخذ قرار واستمر في طريقي إلى آخر مشوار سلام لكل مغترب حياة الغربة جرب لكل من تعب من الدنيا ودور مهرب فصارت الغربة سبيل الأقرب عقبة كثيرة في طريقي لكن جرب وانا منهم لكن كنت عايش بسعادة حتى مع الحروب في بلادي ولا كان نقصني حاجة غير نقص الجيل والرجال اذا نقص جيبه عندنا عيل فقررت السفر لبلد ام الدنيا عسى اشتغل وجي بدل العشرة مية لكن وقعت في فخ الطمع دريت انه مو سهل زي ما كنت اتوقع اشتغل كل يوم والليل بلا نوم راتب بخص الى يومين ما تدوم فوق كل ذا ناقص نصر في البيت الحالة صعبة ما تنفع معي انا كنت يعني في الغربة والحالة صعبة لازم اكفل لاجل اوصل لهدفي لكن وين في الغربة وش هذي الورطة كني عايش في دوامة لازم اطلع منها دين وش اللي صار اللي صار باختصار حلمي من الاطار صار سرة في الاطار والحكمة مني اني اخذ قرار واستمر في طريقي الى اخر مشوار فقررت اشوف القربة من وجه ثاني اتعب وعاني لكن في الاخير تتحقق الاماني اصبر الفرصة بتجيك مرة ثانية ساعدني يا الهي الغربة صعبة صحيح والاصعب انك ما تستغل الفرصة لما تجيك والفرصة جتني وانا يا فصيح لمن تصيح راحت علي لكن انا لها المرة الجاية